شوف الزاويه الضيقه وهجمه وبرافو احمد عادل. يا خبر ابيض، جول جول رضا العادل. اقول لحضراتكم فرقه الشرطه دخلنا شويه طلعت يوسف عن حذره الدفاعي في منطقه الوسط وتجرأ لعبته على مدافع النادي الاهلي وراحوا الكوره والثانيه والدقيقة 9 رضا العزب يقفز الهدف الأول. آدي اللعبة هي بترد من أحمد عادل ومفيش حد، أيمن أشرف ما يلحقش. آدي اللعبة تانية أهي عشان يتقدم الشرطة بهدف رضا العزب. شوف طلعها أيمن سعيد. واحد صفر رضا العزب يخطف على طول تاني حسام عبد الجواد للشرطه. ترجع تاني ايمن اشرف. عبد الله فاروق لعب رد لاحمد حسن يضغط على احمد انما فاول، فاول لمصلحه النادي الاهلي. ادي الفاول فعلا فاول صحيح على محمد نجيب ولا شريف. افروت والله ركنة حلوة. جول 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 يا افروت. واحد واحد عملتها والله يا ابني. حسام البدري كان عنده حق بقى لما ضمك للمؤخر واختارك واشركك في اللقاء. واحد واحد مصطفى افروت. واحد واحد. ادي الكوره اتلعبت حلوه قوي من فوق الحيطه كده بعيده على احمد سعد. والله لفها كويس لفها كويس مفيش شك. واحد 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 واحد. شريف عبد الفضيل ايمن اشرف لعفروتو عفروتو طاب حتة فاضية حلوة لمحمد سمير وينقل أحلى لشكري. أحمد شكري أحمد شكري حلوة. جول جول يا خبر أبيض. الهدف الثاني للنادي الأهلي 2-1. يا فرحتك يا حسام يا بس. أحمد شكري الكرة حلوة أوي 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 عدت من إيد أحمد سعد خلصها لنفسه كويس وهو لعيب كويس وحسيته يعرف يعمل المناورة كده في الجنب اليمين ده وهو أشول وبيشوط كويس أوي. بصوا حضراتكم وسع لنفسه إزاي تهويشة دخل على جوه واتلعبت وعدت وحشة أوي من إيد أحمد سعد. 2-1 لصالح النادي الأهلي. اثنين واحد احمد شكر. وراح لقوا بقول لحضراتكم الشوط الثاني اتغير تماما. ياخد على طول احمد شكري. احمد شكري يلعب كره حلوه لعفروتو. عفروتو يعدي ومعاه محمد حنفي يوصل تاني لعفروتو. فاول القرار ايه؟ هنشوف كل المناقشه دي زي ما قلت لاحمد حسن. يا احمد انت لعيب كبير وكابتن مصر والانذار طلع برضه بنقول للاعيب الشرطه اهو اهو يا راجل انت عايز ايه يا محمد؟ لا لا فاول طبعا وفي شده وانذار مش عايز كلام. انما لو تفتكروا حضراتكم انا قلت لكم ان بين الشوطين حسام البدري اكيد هيبقى محمد سمير للنادي الاهلي داخل. جول يا خبر ابيض. جول وفرحه بيعبر محمد سمير مش ممكن. الهدف الثاني محمد سمير الهدف الثالث. حلو حلو حلو. 3-1 وتتلعب على طول جوه المنطقه. جول
فرصة كبيرة لعب محمد لعب حسن جمعة حسن جمعة البديل اللي لعب في الشوط الثاني حسن جمعة يحرز الهدف إنما المباراة جميلة قوي وشفنا خمس أهداف هذه لعبة تاني للنادي الأهلي أحمد علي ينطلق ويعدي ويحط واحدة لعفروتو جول 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 يا خبر أبيض يا عفروتو لا مش ممكن النهاردة يومك يا ابني النهاردة يومك يا مدرس 4-2 مصطفى عفروتو بيجيب الهدف الرابع والثاني للنهاردة هو كان احرز الهدف الاول في الدقيقه 18 اهو في الدقيقه 45 الهدف الرابع مش ممكن ادي اللعبه احمد علي حطها له 10 على 10 هو حافظ على كورته كويس وانفرد مصطفى اهو 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 قول يا ابو درش 4-2 4-2 كافئك والله حسام البدري اما نزلك يا مصطفى وانت بتكافئ مدربك على طول بهدفين في مباراه في نظري كانت مباراه صعبه والله على النادي الاهلي في الشوط الاول